السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس زمان. كيف حالكم؟ أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم بحول الله سأقدم لكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لعلاج ألم المفاصل والركب والروماتيزم وأيضا ألم الظهر. أولا وفضلا، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب، لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، وشكرا جزيلا لك. نمر الآن بحول الله إلى التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بعلاج ألم المفاصل والركب والروماتيزم وكذلك آلام الظهر. لدينا المكون الأول في هذه الوصفة وهو بذور الكتان أو بذرة الكتان، ويكون على هذا الشكل. فهو له عدة فوائد للجسم، فهو يعمل على حماية الجسم ووقايته من مشكل أو إصابة من الإصابة بألم المفاصل والركب والروماتيزم وكذلك ألم الظهر، وذلك لأنه يحمي الجسم من الإصابة منها بهشاشة العظام، وذلك لأنه يحتوي على عدة فيتامينات ومعادن جد مفيدة للعظام مما يساعدها ويحميها من مشكل هشاشة العظام. أما المكون الثاني في هذه الوصفة فسنحتاج إلى زيت الزيتون. فكما نعلم أن زيت الزيتون لها العديد من الفوائد للجسم، كذلك فهي تعالج العديد من الأمراض الصحية، ولهذا فهي جد مفيدة وفعالة لعلاج ألم المفاصل وكذلك الركب والروماتيزم وآلام الظهر. بعد التعرف إن شاء الله على مكونات الوصفة وخصائصها في علاج ألم المفاصل والظهر والروماتيزم وألم المفاصل، نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة استخدامها وطريقة تحضيرها. طريقة تحضيرها فهي جد سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو أخذ نصف كوب من زيت الزيتون، ثم تأخذين ملعقة صغيرة من بذور الكتان أو بذرة الكتان، ثم تضيفين كل هذه المكونات في إناء وتضعين الإناء على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم تقومين بتصفية الخليط. وأما فيما يخص طريقة استخدامها أو استعمالها لعلاج ألم المفاصل والركب والروماتيزم وألم الظهر، فكل ما عليك هو عمل مساج أو تدليك للمنطقة التي بها الألم، سواء تعلق الأمر بالمفاصل أو الظهر أو الركب. تقومين بعمل مساج أو تدليك لمدة تتراوح ما بين من 10 إلى 20 دقيقة، ثم تقومين بتغطية المكان جيدا، واحرصي على عدم التعرض إلى البرد بشكل مباشر. ويستحسن ويفضل أن تستعملي هذه الوصفة قبل النوم مباشرة، أي بعد وضع هذه الوصفة تقومين بالنوم مباشرة. أما مرات استعمال هذه الوصفة فيمكنك استخدام هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوع بالكامل، وبعد مرور 3 أيام من استعمال هذه الوصفة ستلاحظين نتائج جد جيدة وجد مرضية. فهذه الوصفة تعد من الوصفات القديمة جدا لعلاج مشكل ألم المفاصل والظهر والركب كذلك والروماتيزم. كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بعلاج ألم المفاصل والركب والروماتيزم وآلام الظهر. أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آرائك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة يمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مجموعات الفيسبوك وكذلك على الواتساب لكي تعم الفائدة. ولك مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.